ايه ده، انت واقفه مستنياني ولا ايه؟ طبعا يا حبيبي، انا عندي اغلى منك. هات الشنطه. استني يا حبيبي، انا عايزه اقلعها دلوقتي. طب ده كده كتير عليا بجد. اشتقت لكل حاجة فيه، أنا بعشقه للدنيا. أيوه هقولها أنا متفائلة بيه، دي فرحة الدنيا وما فيها جاتلي فيه، وبدعي ربنا كل يوم. خلينا نسمع صوت قلوبنا في السكون. انت خارج يا حبيبي؟ اه، نزل مع صحابي شويه يا حاج. الله يتعمل لك القميص. عايزه حاجه؟ لا، اخد ربك يا حبيبي. ما تتاخرش عليا وتسيبني هو مفيش حد مستنيني ولا ايه؟ خلاص يا سيدي، ما عرفنا انك جيت، لازم تعمل لك فرح وانت داخل. مش تلاقيه الجنت ولا ايه؟ ليه انت اتشليت؟ هو انت مش هتيجي تلاقيني الجنت بتصير رجلي ولا ايه؟ رجلك ايه يا ابو رجل؟ ريحة شرابك المعفن اللي هي ريحة البطن ده. انا شرابي معفن؟ ريحة شرابك بتفكرني بيك يا معفن. انا شباب عارف انا هو مفيش اكل ولا ايه؟ ثواني بجهزه. الواحد يعني ولا شايف شموح حمراء ولا نور اخضر ولا نور اصفر، حاجه زي الفل. ده ايه ده يا حبيبتي؟ ده اكل. بتعب نفسك كده ليه يعني؟ انا طول النهار بغسل وبرضك، ارحموني. خلاص اكتر ولا يهمك ولا حاجه ولا جميل. جميل يا الله، يا الله. على فين العيال ان شاء الله؟ فرحتيني. رايح فين؟ خارج. مفيش خروج. خارج مع مين؟ خارج مع صحابي. مين صحابك؟ وخارج ورايح فين؟ وجاي الساعه كام؟ وصحابك دول متجوزين ولا مخطوبين ولا مصاحبين؟ في بنات في الخروج ولا لا؟ بقول لك ايه؟ انا خارج يعني خارج. انت خارج؟ انا خارج. طب انا هخرجك.